بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزول عسلامة ومرحبا بجميع من التحق بقناة بيبا بيباتو. مشاهدة طيبة للجميع ودمتم أوفياء لقناتي. لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك وفعل الجرس ليصلكم كل جديد. حبيباتي، اليوم حنحضر معاكم هاد الوصفة التقليدية القبائلية اللي هو خبز بالزيت او بالقبيلية نسموه ثمسوتن الزيت. وصفة بزاف بنينة وهيلة، ناكلوها بزاف خاصة في رمضان. ما تستغربوش كي نقول لكم باللي حنايا القبائل ناكلو بها الشربة، تجي بزاف بنينة وخفيفة، والتحضير تاعها كيما الخفاف. وصفة رائعة بالبزاف. نتمنى انكم تشاهدوا الفيديو للاخر. وقبل ما نبداو في الوصفة تاعنا، دعموا قناتي بجعل كومنتار واشتراك وفعل الجرس ليصلكم كل جديد. فوالا، ويلا نبداو على بركة الله في التحضير والمقادير. هنا حبيباتي بسم الله ديماريت ديريكتومون في لا بريباراسيون. حطيت 6 كيسان تاع الماء تاع لا فارين، زوج مغارف تاع خميره تاع العجين، الملح بيان سور، ايضا تاني ندير راعي الرسمي للمخبوزات او العجائن اللي هو السانوج. فالا نحبو بزاف، ونبدا ديريكتومون ندير الماء دافي، لو تييد، ما يكونش سخون وما يكونش بارد، يكون دافي. نبداو بسم الله. فوالا، ونديرو شويه جاري، بصح جو دير ما راناش رايحين نديرو البغرير، سما صح نديروه جو دير ماشي حاكم روحو، شغل متلوق شويه، مي الفو يالي برك دوسمون، خاصه للمبتدئات ولا اللي جامي حضروه، ولا يديروه شويه خفيف العجينه، ديروها شويه خفيفه، بصح ماشي او بوان وين تولو ما تتحكموش فيها، لانه لا فارين اون جينيرال تاني على حسب لا فارين ديالكم، كيما انا لا فارين تاعي تشرب. سما دوكا شوفوا كي ندير لها هكذا، دوك نلمها برك نبدا نخبط ونخليه واحد الان كار دور دي مينوت، 10 دقائق ربع ساعه يريح. في هذاك لو مومون لي يريح شغل يحكم شويه روحو، الوغ شغل ما تخافوش اذا كانت اذا راكو شيغ من لا فارين ديالكم دابور. فوالا، ونخبطو هكدايا. تعرفوا ما يحكم الوقت ما والو، لو كان ماشي التخمر هذا اللي هو يحكم الوقت نديروه في وقفه. صراحه تقدروا ديروها هكدايا صباح، تخدموها هكذا تخلوه يخمر بجه وتروحوا طيبوا الفطور تاعكم نورمال، وتعاودوا ترجعوا ليه. وهذه هي يد بيد حتى تكملوا، راكو درتوا حاجه للقهوه وحاجه للفطور. انا صراحة نشرب به قهوة حليب. هنا يا دوكا نروح نخليه يريح هادوك العشر دقائق او ربع ساعة. هنا حبيباتي بعد ما ريح لي الو درت في يدي شوية تاع الزيت سونغو بيان سور، ونبدا تاني نعاود نرجع ليه ونبدا نخبطو كيما راكو تشوفو. هاد الخبيط هذا هو اللي يخليه يخرج خفيف ومفشفش ويجي قطني لداخل، ولا يجي جو فدير ما فيهش البابا، عفوا شغل ما فيهش ال فوالا. راكو تشوفو ديجا لاباط ما كانتش هكذا او ديبي، سما قد ما تخلوها تريح تخرج هايله. راكو تشوفو كيفاش العجينه تاعي راهي تدلي في النبولات، هذا سر من اسرار النجاح تاع العجين ديالكم. ونزيد نخليه يخمر تاني. هنا يا حبيباتي فوق لو بلون دو ترافاي تاعي رشيت لا سومون موين او السميد المتوسط، وحطيت كميه من لاباط تاعي. دوكا اذا ما تعرفوش تحلو هكذا باش كي تحلوها بيديكم ماشي بالحلال، خذوا كميه صغيره. واذا كان نورمال انا قسمتها على زوج العجينه تاعي، نحلها هكذا ومن بعد ناخذ موس ونبداو نقطعوها شغل هكذا دي مورسو. ومن بعد كاين اللي يحبوا يقطعوا لي مورسو طوا كبار، كاين اللي يحبوا صغار، وكاين اللي يحبوا متوسطين، هذا كيما تحبوا. انا باغ اكزومبل كاين وين نديروهم كبار، مي انا بيرسونيلمون نديرهم هكذا بهذا الحجم هذا اللي راكو تشوفوا فيه. دوك تشوفوا كيفاش نزيد نقطعهم. ومن بعد ما نقطعوهم كامل واش نديرو؟ نسيو نسقموهم تاني بلاصتهم باسكو تلقاو الطرف كاع يلصقوا.
سما تسيو تزيدو لهم شوية هكذا السميد، تسقموهم وتبلاطيوهم شوية شوفوا، وتخبطوهم هكذا وتنحو لهم هذاك السميد الزايد ما فيهم. وحتى قبل ما تحطوها في المقلة كي ترفدوها بين يديكم شغل خبطوها شوية، ماشي كاع هذيك السميد تحطوها فتدخل في الزيت، سينو هكذاك تقعدوا غير تصفيو في الزيت تاعكم. انا حبيباتي بسم الله راني نحطهم هكذا ديراكتومون في الزيت، ومن بعد ما تزيدوا لهم شو الزيت فوقهم حتى يتنفخوا. انا فات المقطع تاع البدايه، لكن حتشوفوا دركا كيفاش كنت نحطهم في الزيت يطيبوا. الوغ فالها كي يتحمروا من جهه تشوفوهم ديجا في الكوتي يبداو يتحمروا، الوغ تقلبوه على الجهه الاخرى. شوفوا هذه هي كيفاش نحطهم، ودوك تشوفوا وحدها وحدها تتنفخ. ومن بعد حتى كي خلاص تمام نرمي لها الزيت من فوق ولا نقلبها ديراكتومون. فوالا فرانشمون بنينه، انا على ضمانتي بنين. بون اللي يحبوا العجين سي نورمال، اللي يحبوا الخفاف والمطلوع هاد الامور وي، لكن اللي ما يحبوش لا لا. كاين وين مين داك باغ اكزومبل هكدايا فاصون تشوفوهم ان شاء الله في وصفاتي القادمه. انا لداخل فارسيهم بلا سالاد، شطه اوراق طوماطيش مايس فرماج زيتون، تحبوا مام دي ترونش تاع فيوندا شي باغ اكزومبل، دي ستيك هاشي هكذا روعه. باذن الله وصفاتي القادمه ان شاء الله نديرها معاكم. اذا حبيباتي هادو هما الخبيزات التوعي، راكو تشوفوا فيهم كي حطيتهم كامل دوك يتنفخوا مليح ويتحمروا من التحت. نعاود نقلبهم نكمل كامل الكميه ديالي، ونتلاقاو مع بعض تشوفوهم معايا في صحن التقديم. اذا نكملوا الفيديو للاخير ونتلاقاو ونشوفوهم مع بعض. هنا حبيباتي شوفوا الخبز تاعي ولا تمسوت نسيت، جات هايله روعه ما شاء الله تبارك الرحمن. نتمنى ان شاء الله ان الوصفه تكون نالت اعجابكم ورضاكم. فضلا وليس امرا دعموا القناه تاعي بجيم كومونتير واشتراك، وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. قولكم دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.